يعني أبدأ من حيث آخر المتحدثين الأخ إبراهيم أبو خالد. طبعا يا أخوان، لم تتغير التشريعات الحمائية في البحرين كلها، ولن تتعرض المرأة إلى أي نوع من أنواع الانتقاص من حقوقها. وردا على اللي تفضل به الأخ محمد عباسي، هذا الموضوع جرس من قبل المجلس الأعلى للمرأة لفترات طويلة، وذكرت معالي الرئيسة إفادة المجلس الأعلى للمرأة اللي هم حريصين على حق المرأة وفرصة العمل. هذا فقط المادة 30 و 31 يقولون يمكن الوزير لما تعطيه صلاحية أو جوازية منع المرأة من العمل في قطاعات معينة يؤدي إلى تمييز ضد المرأة، ما نبغي في القانون، لكن ما قالوا كل القوانين الحمائية في المجتمع شغيروها، حقوق المرأة في حقوق الأمومة وحقوق المرأة، حتى إحنا كرجال صاحب عمل ما يقدر يلزمك تشتغل في شيء مخالف لرغبتك ولرأيك بالليل ونصف الليل. بس قصة أن استبعاد أعمال معينة عادية تقول لا أنا يحظر فيها استخدام النساء ليلا، يقول لك في القانون تعتبر تمس بمكانة البحرين في التمييز. نراها إحنا إذا تبون نحطكم في هالمرتبة في البنك الدولي واللي تستحقونها أنتم كبحرين من أكثر الدول حماية وتمكينا للمرأة، هذه الأمور عدلوها في التشريع شكلا، ما قالوا لنا نقلل من حماية المرأة، ولا المجلس الأعلى للمرأة لما عكف على دراسة الموضوع، ولا الجهات الأخرى إلا مع تعزيز فرص العمل. بالعكس صاحب العمل يقول لك أنا أخذ رجل لأن لعل يوم من الأيام أتأخر ما أقدر أشغل هالساعة 7 مساء. لا، ما في تمييز، تستطيع بالتساوي، لكن مو ما يمس من بنائها الأسري ودورها الاجتماعي واختيارها في العمل واختيار صاحب العمل في خلونا نفترض حسن النية في الموضوع، ما راح يتغير شيء. إذا شفنا هناك حاجة لإصدار أي قانون احنا وياكم السلطتين تعزز من أي شيء للمرأة فنحن لها. بس هذا النص احنا درسناه اللي اقترح استبعاده، بعض فعلا اصلا في الأعمال الخطرة ما تتعرض، ما نخلي المرأة ما تشتغل فيها المرأة، خاصة المرأة الحامل مثلا. مراد يعني انتوا هاجسكم وغيرتكم على المرأة صحيحة،